السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل استبعاد عضوين في الرئاسة من مفاوضات مسقط، وحكومة بن مبارك تشترط الإفراج عن الشبكة الأمريكية. وإلى التفاصيل. كشفت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء كواليس مساعي دولية وإقليمية لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية في العاصمة العمانية مسقط. وأفادت المصادر بأن النقاشات تدور حول استبعاد اثنين من أعضاء الرئاسة من المشاركة في أي نقاشات حول مرحلة ما بعد الحرب باعتبارهما كانا جزءا من النظام السابق. وبحسب المصادر فإن المتوقع استبعادهم حيث تصير صنعاء على ذلك، وهما رشاد العليمي وطارق صالح، موضحة بأن قوى يمنية عدة تدعم فكرة استبعاد قيادات النظام السابق من المشهد مستقبلا. وكانت حكومة عدن قد أكدت في وقت سابق وجود حراك أممي لعقد جولة مفاوضات جديدة بين القوى اليمنية في مسقط، ملوحة برفضها في إشارة إلى النقاط الجديدة المستحدثة على خارطتها. وفي وقت سابق كانت حكومة عدن قد رفضت المشاركة في جولة مفاوضات جديدة دعت إليها الأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، حيث قال وزير الشؤون القانونية في حكومة بن مبارك أحمد عرمان في تصريحات صحفية إنهم رفضوا دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس جروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية الشهر الجاري في مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين والملف الاقتصادي، مشترطا إطلاق صنعاء سراح أعضاء شبكة التجسس الأمريكية المقبوض عليها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.